تحركات وتحركات مقابلة وتصريحات نارية وإجراءات غير مسبوقة بدأت صور الأقمار الصناعية تكشفها في الساعات الماضية بشكل يرجح بأن تطورات عسكرية خطيرة على وشك أن تحدث بين إيران وإسرائيل. فما القصة؟ تطورات سياسية سريعة ومتلاحقة تشهدها المنطقة منذ أن نفذت إسرائيل هجوماً جوياً كبيراً على إيران في 26 من أكتوبر الماضي، رداً على هجوم صاروخي شنته إيران على أهداف أمنية وعسكرية إسرائيلية في 1 أكتوبر. التطورات عكستها التصريحات المتزايدة من الجانبين عن قرب تنفيذ هجمات وهجمات مضادة ضد كلا الطرفين، وهي تصريحات بدأت تعكسها صور الأقمار الصناعية التي كشفت في الساعات الماضية عن قيام طهران بتغيير وضعية صواريخها الاستراتيجية الباليستية والفرط صوتية ووضعتها في وضع الإطلاق النهائي، بما يشير إلى أن إيران يمكن أن ترد في أي وقت دون أن تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية التي تجري في 5 نوفمبر القادم أو بعدها بفترة وجيزة. وقالت إيران إنها ستواجه رداً قاسياً ومؤسفاً على الهجوم الإسرائيلي على منشآت عسكرية إيرانية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية بعد أن قلل المسؤولون ووسائل الإعلام في البداية من أهمية الضربات. وقال محمد محمدي جولبيجاني أحد كبار مساعد المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن العمل الأخير للنظام الصهيوني بمواجهة أجزاء من بلدنا كان خطوة يائسة، وسترد عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية برد قاس ومؤسف. ومن جهتها ورداً على الاستعدادات والتهديدات الإيرانية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تدرس شن هجمة استباقية وبطريقة وقائية واسعة ضد إيران، في إشارة للمخاوف الجدية لدى إسرائيل من أن الهجوم الإيراني قد يكون أسرع وأقوى مما هو متوقع، بشكل يمكن أن يجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة بين إسرائيل وداعميها من جهة وإيران وحلفائها من الجهة الأخرى. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يروج من سنوات لتلك الحرب باعتبارها مشروعه السياسي الذي يقوم على إنقاذ إسرائيل من خطر إيران عن طريق استهدافها مباشرة وضرب رأس الأخطبوط، فقد خرج أيضاً وقال إن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران إذا ادعت الحاجة، وأضاف في كلمة أمام ضباط جدد بالجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تتمتع بحرية غير مسبوقة في العمل بعد غاراتها الجوية الأخيرة على إيران، ومضى قائلاً تتمتع إسرائيل اليوم بحرية عمل أكبر في إيران من أي وقت مضى، يمكننا الوصول إلى أي مكان في إيران حسب الحاجة. وأوضح نتنياهو أن الهدف الأسمى الذي أعطيته لقوات الدفاع الإسرائيلية وفروع الأمن هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يرسل إشارة واضحة على أن خطط نتنياهو تقتضي أن يشتعل الحرب مع إيران لا أن يخمدها. فمن برأيك سيضرب الضربة الأولى القادمة، إيران أم إسرائيل؟